تاكل. ربنا يخليك هلا. ميرسي يا حاجة. مد شوية بس عشان الشغل ان شاء الله يخليك. مد شوية. مش عينيا الاتنين. فين في الجيزة؟ عند الكوبري خالص. حضرتك اساسا من هناك صح؟ من زمان الحمراء حبيبي. احسن ناس. مصر جميلة، مصر بلد جميل. طبعا. امال ايه؟ مشلومخا 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 راستو خريمي. الو ايه يا رشيد؟ يا صباح الفل يا رشيد، عامل ايه يا حبيت قلبي؟ وحشتني قوي وحشتني قوي. فين ايه يا رشيد؟ انا في الشغل في الشغل بقالي 4 ساعات مركبش معايا غير زبون. انا كنت شغال تل ابيب نويبع، كانت الحياه حلوه قوي، كنت بقفش بال 900 وال 1000 شيكل في الساعتين، انما الحياه ناشفه قوي. لا انا ماليش علاقه بقى، انا ماليش علاقه بقصص بقى مصر وبلدنا وسينا بتاعنا، مش جوي ده، انا ماليش علاقه خالص بقى. شدي شويه شدي شويه. ماشي حاضر يا استاذ، حاضر ماشي. مين رشيل اجيبه معايا؟ يا ما هو عم بنيامين بقى مكتوب عليا، هو مكتوب عليا وعلى البطاقه بقى بنيامين. يا حبيبتي تمام. طب يلا بقى عشان انا معايا زبون، خلاص هعدي عليه اجيبه. وهيكل سليمان لو حصل حاجة زي دي تاني لازعل منك قوي، بتحرجيني معاه. باي باي يا حبيبتي، باي باي، خلي بالك من سامحون. يلا باي باي، باي باي يا حبيبتي. معلش مدام، الولاد مجننين رشيد، الولاد الصغيرين مجننين، عامل لها استنكو خلفون، حاجة غريبة رهيبة مريعة فظيعة. مشلوم خا خلي مخوف، رقطفون، ارناؤوط، ارنائيط، كرنبوت، كرنبيت. ادي حضرتك لو عديت على حمايه خدته معايا عشان راجل مسن بس. اهو اهو حبيبي يا عم بنيامين، لا خوف فدختوه من الاشلاق، مش الاشلاق مشيت كده في تختار. ريخامو نعمة. انتوا منين؟ احنا من مش من مصر. هتفرق مع حضرتك احنا منين؟ بسأل يعني، بسأل اصل اللغة مش هي. ما هي احنا مش مصريين؟ ايوه. منين بقى؟ والله احنا من تل ابيب. في مشكلة عند حضرتك؟ ايه اللي جايب منين بقى؟ جايين بلدنا، ارضنا، مصرنا. دي بلدكم؟ طبعا. انت نهارك اسود. يعني ايه نهارنا اسود؟ هو هنا ازاي مصر؟ مصر دي بلدنا ماما. نهارك اسود ومنين؟ بلدك منين؟ ماما انا هقول لك مثل يهودي معروف، احنا الاصل وانتم تلاميذ في الفصل. قولوا لنفسكم المثل ده، ما تقولوش لنا احنا. ماما اثبتي ان انت مصريه، اثبتي. جدودي مصريين وعمامي مصريين واخوالي مصريين. ايه اللي يثبت؟ انتم منين اصلا؟ انا اثبت لك ان مصر بلدي. عندي 3 اثباتات. اول اثبات ده مشلوم خا، انتم مسمينه خوفو. ده مشليك اختو، انتم مسمينه خفرع. ده قولها انت بقى، عرفها ده مين. هو ايه والنبي لو قلته من هنا للسنه الجايه؟ ده دول اجدادنا. دي مش بلدكم يعني؟ دي مش بلدكم. ماما استوب، ماما استوب. ماما انا هقول لك على حاجه، انت عايزه تثبتي انك انت مصريه، مش عارفه، انما دوري على اصلك في تله، هتلاقي نفسك ابيب. بيب بيب اهلي، بيب بيب زمالي. ايه وادي يا احمد انت فين؟ لا لا ما اسموش احمد، اسمه احمد خا. تعالى لي على الجيزة. احمد خا تعالى لي على كوبري الجيزة. هي كوبري هي كده بقى. ايه تعالى لي على كوبري الجيزة حبيب النفس وعلى القلب عزيزة بقى و... ده شغل الجيزة، اهراماتنا اهراماتنا. انا عايز اعرف دخلوا هنا ازاي. ايه تعالى لي على الاتصال، ايه تعالى لي على الاتصال. مشلوم خا مشلوم خا مرخوتين تختفي. ارناؤوط، ارنائيط، كرنبوت، كرنبيت. ارناؤوط، ارنائيط، كرنبوت، كرنبيت. ماما 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 انت ليه مش فاهمه الكونسبت بيقول ان من سينا للسلوم بتاعتنا. والله بتاعتنا ده من امتى ده بقى؟ ان شاء الله احنا من امتى لما طردناكم منها ومشيتوا؟ مين انتوا؟ من سينا؟ مين انتوا؟ من بس ما تعملش ايدك كده في وشك. قلبك بيموت في اسرائيل، بيموت في تل ابيب، بس انت مكسوف هتقولي موته. انتوا غنيتوا سرقتوا اغانينا، تراثنا.
انت عارفه اغنيه وداره الايام؟ انت مالك ومالها دي بتاعت السيده ام كلثوم؟ انت مالك ومالها؟ مش لوم خارت الخيام، مش لوم خارت الخيام، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم في اللي دخلكم مصر. طب انا مش بلاش الاغنيه دي، اقول لك اغنيه ثانيه لبرضو عبد الحليم حافظ. بقولك نزلني كان بيقول ايه؟ قولي لي اغنيه عبد الحليم. كان فيش نزول، ما فيش نزول. كله بيتك انت قافل ازاي؟ يخرب بيتك نزلني هنا جبار. اغنيه جبار دي مفيش نزول مصريه. انت دلوقتي في الاراضي، في الاراضي الاسرائيليه مفيش نزول. نزلني هنا، مش عايز اروح هنا. تاشيره، تاشيره نزول. اسكت انت، تاشيره نزول، تاشيره نزول. مش فاهمه انت بتقول ايه اصلا. مخار، بس مش عايز اسمع صوتك. مخار مش جبار. حتى اخر اغنيه انتوا سرقتوها مننا، اغنيه نمبر 1. ايوه نمبر 1 بتاعت محمد رمضان. لا دي كانت، دخلكوا فيها دي كمان. دي كانت منخر 1 مش لخوفني من منخر 1. كانت منخر 1. بيوتكم انتوا عايزين مننا ايه؟ انتوا فظاع. انت عارفه ان احنا اللي صنعنا كل مطربين العالم العربي بتاعكم ده؟ لا طبعا. حمو بيكا؟ حمو بيكا اسمه حمو بيخنطور. عندنا هم القرف. كايا مش فاهمين معنى كايا. نزلني هنا كايا معناه ايه عندنا؟ نزلني هنا. مفيش كايا. كايا يعني كايا، نزلني هنا بقول لك. كايا 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 نزلني هنا. هو كايا جايه من البرود اللي انتوا فيه ده. كايا جايه من قويه. نزلني هنا بقول لك. كايا مفيش نزول. نزلني هنا بقول لك. نزلني هنا كمان. قافل الباب عليا، ده ترهرك اسمي. هوديكوا في 60 داهيه النهارده. ما تقدريش مصريه. هوديكوا في داهيه النهارده يا ولاد الكلب. مشلوم خار. نزلني هنا. قالك نزلني هنا خلاص. مشلوم خار. نزلني هنا. مشلوم خار. مشلوم خار. انت بتعمل ايه؟ هتغنوا عليا ولا ايه؟ ده تقول انا ابوكوا اسود. نزلوني هنا. ما فيش نزول، احنا خاطفين. خاطفين ايه؟ ما فيش نزول. ما فيش نزول. انا احسن الطفله تريسك يا ابن الكلب. نزلني هنا. اجري بالعربيه. مشلوم خا، مشلوم خا، مشلوم خا، مشلوم خا. خلاص. احنا سيطرنا عليك. وهنسيطر على عقلك. بنيامين. احلف عليها اليمين. وهيكل سليمان ما تنزل من هذا المكان. وهيكل سليمان. نزلني هنا. خلاص. نزلني هنا. نزلني هنا. نزلني هنا. اسكت انت، اسكت انت. هقول لك على حاجة. احنا بنهزر. بنهزر معايا ازاي؟ بنهزر. احنا بنصور ودي حلقة اتصورت في برنامج. كريزي تاكسي. حضرتك كل سنة وانت طيب. مذيع ولا لا؟ مذيع يا ابني. يا فين يا باشا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. على المعادي. المعادي. على المعادي. فين في المعادي؟ شارع 9. امال يا باشا تحت امرك. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليكم. حلوة برضه الشغل العالي في الشعر ده. ايوه لازم تنجح على نفسك. روق على حالك يا ابني. مستعجلين؟ على الله يعني. وانا شغل. ليه شكلكم مستعجلين؟ وانا شغل. ولا تشغلوا بالكم. انتوا معاك ابو علي، اخوك ابو علي فارس الطريق. يا عمي على الله. ملقبني بفضل الله وسط اصحاب التاكسيجيه فارس الطريق. الله عليك. والله. الحمد لله مفيش حد من صحابتي اما الرجاله يحصل له حاجه الا ويكلم. اقسم بالله بفضل الله اديها واكون عنده. انت على وضعك. الواد كريم ابو سنجة ده عيل صاحبي كده يعني البفه بتاعي. انت على وضعك. حصل معاه حوار ابن يزين. حكينا شباب. اه والله عيل سبتوه على الدايري في عز الدور. رن عليا، رن عليا على الموبايل. انت عملت ايه؟ ولا اي حاجه، كملت ان هو كنت انا اقوم ليه يعني؟ عارف. لا بس الحوار الكبير اللي حصل معايا كان ابن لذينه. ده بجد بقى وبامانه. كنت ماشي انا وفاطمه بنت عم على شط المايه بنحكي وبنتساهر، طلع الحوض خطف مني فاطمه ونزل بيها المايه ما سبتوش. نزلت وراه قفشت الحوض من رقبته ومتزنق عليك كده فاهم انت بالباي والباي كده. ايه؟ امشي يا بنت لذينه. يا راجل والله الحوض وش عمر يا ابو علي يا ابو علي. قلت له عادي احط في فاطمه. لا هوبا تف فاطمه. الحمد لله اول ما تف فاطمه حطها وطلعت بيها على البحر عادي قدام الناس والحمد لله. انت على كده بتعرف تعوم؟
بعرف اعوم. بقول لك انا بطير في الجو. بطير في الجو بيشوخ رابسه. ايه؟ صلى على النبي عليك. بيشوخ رابسه؟ بيشوخ رابسه؟ والله ايه. لا يا عم ندردش مع بعضينا. انا حصل معايا حوار بامانه يا رجاله احكي لكم عادي. يا عم احكي حواراتك وشوف الحلقه. احكي يا شباب. ماشي بالحلمبوحه بتاعتك. ايه الحلمبوحه؟ ايه؟ انا حتى في سنك ما اعرفش الحلمبوحه. انت عارف ان انا عارفها كنت قلت لك. انما انا ما اعرفش. الحلمبوحه جدع انت بالعربيه. خلصان اقول. كنت ماشي على 280. كنت طاير بالعربيه كنت شايف قدامي كنت مونون. هما لقيت لك عيني على اليمين ولقيت لك فرح على الشمال. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اخش في العيلين ولا اخش في الفرح؟ كنت افكر في اقل خسائر. كنت داخل في العيلين، عيل مات والتاني طلع يجري على الفرح، اسيبه. كنت طاير وراه. كنت مدغدغه هو الفرح، عجبتك اقسم بالله. طب والله يا عم سيبك من ايه يا عم انت شكلك مالكش في الكلام. اقول لك على حوار تاني، اقول لك على حوار تاني يا عم انت مقافل عليا ليه؟ الواد كريم. كريم النرويجي ما سمعتوش عنه؟ ما سمعتوش طب اليوم ده. ازاي يا جدع النرويجي ازاي وما سمعتوش عنه؟ النرويجي ده بينزل يقفل اجدع منطقه. لا لا ده عنده. بعد ما يقفلها بيعمل ايه؟ بيفتحها تاني؟ لا بيديني المفتاح. لا اقسم بالله عجبتني. ايه يا عم؟ يا عم بقول لك عزيزي يا شباب والله يابا. يا جدع انت عادي يا جدع بنضحك مع بعض ولا لا 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 الله. طب انا مره شفت جاموسه ساحبه نفسها وعدت بيها من تحت الباب. يبقى انا كذاب. يبقى انا بلموت ليه؟ اكيد. فتى انت راجل جيفن هايس خالص. يا عم انت سمعت بيت الكلام اكيد. لا. اكيد بحب. عجبتني منك. ايوه منك على قد سنك. على قد سني؟ لا انت خلي بالك من سني بقى. ماله سنك عايز تخلع ولا ايه؟ والله حلوه عجبتني. لا سني طويل. ماليش عليه. سني طويل عليه. بقول لك يا صاحبي مش بطلب مفعوله. الله. ما انا ممكن اغلط برضه. يا عم سوق ده ساكت. يا عم سوق ده ساكت. يابا في ايه؟ انت هتمد ايدك واحد. يا عم امد ايدي. هيخطب. في ايه؟ عمر يا باشا. مالك؟ افتح لي الباب. ما الباب من عمر يا باشا. مالك يابا؟ مالك يابا؟ مالك يابا؟ يا عم استنى استنى. برا عنك يلا. بقول لك يا صاحبي. يابا مالك؟ لا 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 الله بعد عنك. بص علينا كده. مالك غلبان؟ ايه يابا بتاخد عني الزيت؟ انا ما خدتش منك زيت ولا حاجه والله. طب ابني السلاح عشان انا عندي عيال عايز اربيها. مش كنت شبع من شويه؟ اقسم بالله عندي عيال. مش كنت شبع من شويه؟ بقول لك ايه يابا؟ لا 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 بقول لك ايه اقسم بالله ما بتاعي. امال بتاع مين ده يابا؟ بتاع الراجل ده. بتاع ابوه. بتاع ابوه. بتاع ابوه. انت بقى اللي عامل لي قلق. اسمه سامر. يا عم انت عامل لي قلق. يا عم انت عامل لي قلق. لا ما تنساش. الرجالة دي شرفتنا رجالة قوي وشباب زي الفل ونورتوني والله العظيم في الحلقة النهاردة من كريزي تاكسي. واسمحوا لي أذيع. اتفضل. نورتني. فين في مصر الجديدة؟ سبع مرات. سبع مرات. سبع مرات. جميلة إخيبتو. جميلة. جميلة إيه؟ إخيبتو. إيجيبت. مصر. مصر جميلة جدا يعني هي حاجة روعة قوي. طبعا. بلدنا جميلة دي. إكسكيوز مي أرد. ألو. إيه يا روشيل؟ انا يا حبيبتي شغال اله الا الله. ما انت عارفه يا روشيل موضوع هنا مختلف عندكم في مصر. انا كنت شغال تل ابيب نويبع كانت الدنيا زي الفل. كنت بقفش اكتر من 1200 شيكل في 3 ساعات. انا بقالي 5 ساعات لسه راكب معايا زبون دلوقتي. يلا باي باي. معلش اسف على الازعاج. هيضايقك لو هعدي بس على حمايه اخده معانا؟ في مشكله؟ فين؟ حمايه بس هعدي اخده معانا. في طريقنا؟ اه مستعجل. لا لا في طريقنا. في طريقنا مش هعطل حضرتك. مش لمخاء نختوري مختيفي لقاتي مخاي. ماشي تليفونيتك؟ اللي انت تاخد تليفونيتك على ابوه. شبه ابن عمك عيسى. انت عارف انت شبه. نعم. بس لحظة هو انتوا منين؟ احنا من تل ابيب. تل ابيب. ايوه.
والهرم بتاعنا ومصر بتاعتنا. ايوه ايوه ايه عندك شك في الكلام اللي انا بقوله ده؟ عن ضمك الكلام ده طبعا بالراحه. بس انت ليه منفعل علينا كده؟ انت ده ضعف منك. مصري ضعيف. ضعف مني مصري ضعيف. معلش معلش. على فكره انا بكلمك وانا في قلب بلدك ومش قلقان. بالظبط اديك قلت في قلبي ايه؟ في قلب بلدك. ايوه في قلب بلدي انا. بص يا حبيبي دور على اصلك هتلاقي نفسك بالاصل من حبيبي. على الاقل انا عارف عندي اصل واصلي مصري اصيل. انتوا اللي ما عندكوش اصل. لو دورت على نفسك في التلة هتلاقي نفسك ابيب. ابيب ابيب بيب ابيب ايه؟ انت اهلي بيب بيب زمالك مصري. ضايع. لا لا حبيبي انا مش ضايع. انا افهم ان احنا عندنا اهلي عندنا زمالك عندنا كل حاجه. مصر بتاعتنا سينا بتاعتنا. لا وحيه امك. فاهمين غلط. اقول لك ايه اللي بتاعكم ما تزعلش مني. يا ريت. بلاش بلاش ليه حبيبي؟ والله بلاش. اقول لك ايه اللي بتاعكم ما تزعلوا مني. ضعف منك. بس انا هقول لك على حاجه. انت لو دورت في الاصل هتلاقي نفسك لان انت نسخه نسخه اكزاكتلي من حنان يا ابن عمي. حنان يا ابن عمي. لحظة واحدة. تخيل بقى ان انت نسخة نسخة من حنان اللي كان في بيت الدعارة اللي جنبينا. وماله يا حبيبي؟ لحظة واحدة. لحظة واحدة ايه؟ حنان يا ابعت لي صورة على الواتساب عشان اوري الراكب اللي معايا صورتك ويعرفوا ان انت شبه حبيبي. يلا بقى. الو الو ايه يا حاتم انت فين؟ حاتم بيكلم حاتم. بقول لك ايه؟ اللي هو عندنا. طيب بص. من القصر اسمه خاتم. تعالى لي. ما تهدى بقى على حالك. اهدى على حالك. اهدى على حالك هتتروق دلوقتي. عينيا يا بابا. طيب هبعت لك ام لوكيشن دلوقتي. تيجي لي عليه عشان في اتنين عايزين يدفنوا هنا. يدفنوا يلا حبيبي انت مش فاهم حاجه. يلا انت لازم تشغل دماغك. هشغل دماغي؟ ده انا مش هشغل دماغي، ده انا هشغل ايدي عليكم انتوا اصلا. ده مش بايظ. انت ضايع خالص. أنا ده مش في البلاله. طب بص قدامك يا بابا. بص قدامك ويا ريت تركن لنا عند اي مكان هنا عشان اروقكم النهارده. حبيبي انت دلوقتي في مملكتي على ارضي. على ايه؟ على ايه؟ ارضي ارضي. ده انا على لك. انت بتتكلم بس زي ما بيقولوا المصريين. لا انا ما بتكلمش وبس. انا بتكلم وبفعل. بفعل. بفعل. استنى بس هتعدل لك كده عشان ليلة يعني اهلك زرقاء معايا شكلها انت والراجل ابو برنيطة ده. يا عرل يا بلد خرجت يا بلد كلها وكلها من في بعض. انا هثبت لك حاجة حبيبي. ايدك جنبك. انتوا حرامية من زمان قوي. حرامية يا بلد. بلد ايه حبيبي؟ اهرامات بتاعتنا احنا اللي بنيناها. الاهرامات دي بتاعت امك. الاهرامات دي بتاعتنا احنا. ايد امك كده عنها. حبيبي ما تعليش صوتك لان ده ضعف منك. ضعف مني انا؟ طبعا. احنا اللي يا راجل انتوا حتى احنا الاغاني اللي بنضرب وبنجري. اغانينا سرقتوها زمان. اغاني سرقتوا اغاني ايه؟ اغاني ام كلثوم. ودارت الايام دي كانت ومش لخاره الايام. مش ايه؟ مش لخاره. لا ما بتتقالش كده. مش الايام. يا حبيبي ده مين دي؟ ام امك اللي قالت الاغنيه دي؟ انت ما تعرفش. بس اهدى. انت ما تعرفش ام ايدك كلثوم. جنبك. انت ما تعرفش جنبك. ثم تعرف. اقول لك اغنيه جديده محمد رمضان بيقول نمبر 1 دي عندنا منخر 1. منخر 1. طب ما عندكوش 1 1 1. انتوا كلكم 1 اصلا. طيب انت ضعف ضعف. انتوا كلكم مصري جع جع. انزل لي بس. يلا انزل لي. يلا مش نزول. انت انزل لي على الاراضي. بقول لك انزل لي. انت تنزل من هنا بتاشيره مني. انزل تاشيره مني يا بلد. يا على جنبك. هوب اركن لي. لا هوب هوب. دي مين؟ هوب مين؟ ولا ولد. ايدك جنبك. ولد مصري. ايدك جنبك. ايدك جنبك. اوعى اركن لي. اركن لك. اركن لي. اوعى ايدك. اركن لي عشان خاطر ما اكسرلكش وش اللي جنبك ده. اركن لي بقول لك. وش اللي جنبي. اركن لي. خلاص خلاص رجلي. ايدي احنا بنهزر معاك والله. احنا بنهزر معاك. بنهزر معاك. ايه؟ بنهزر معاك. ده انت هتشوف لما ننزل دلوقتي. ده مقلب والله. ده مقلب. انزل لي بس. ده مقلب. افتح الباب. مذيع ولا ما انزلش؟ مذيع. مذيع اتوكلوا على الله. مذيع يا عم. مالك العلاج؟ فين في التجمع يا باشا؟ شارع 90. انا يا باشا تحت امر معلش. الواحد والله 20 سنه سايق تاكسي الحمد لله. 20 سنه؟ 20 سنه بسوق تاكسي. وانا عندي 10 سنين. وانت عندك 10 سنين؟ امال ايه؟ انا الحمد لله وسط اصحابي يعني التاكسيات كلها ملقبني بفارس الطريق. فارس؟ فارس الطريق يا باشا. انا اسد الصحراوي معروف. انت
العيال صحابي كلهم تم من فضل اي عيل منهم واقف مشكله يكلمني الو فارس الطريق انت فين انت فين ابو علي بعز المشكله عيل مره واقف من الكريمه ابو سليم صاحبي واد كريم ده عيال ثبتوه في عز النهار اتصل فيا دوب رن علي عملت ايه؟ ما ردتش عليه كملت نوم كنت تعبان اخش المنطقه من دول الدنيا تتقلب قال لك وحش الطريق فارس الطريق وسع يلا اوعي الدنيا قلبان الحمد لله اخوك يعني سفرة افتح التابلو ده هتلاقي السنغافوره الصغيره بتاعته بص عليها اسمها السنغافوره النبراطه بص بص السنغافوره النبراطه يا صاحب بس طب في ايه بس طب يا عم انت مش عادي اقسم بالله لا يا عم العب كل ايه كده لا اله الا الله انا خزان انا لا عيب عليك طب وصلنا طب قول معايا الصلاه على النبي بقول لك ايه يا رحمة ايه العيال شنو العيال شنو اللي ما راش دور اول عمرو ايه دي؟ اي عيل اي حوار يحصل مع اي حد يكلمني شايلها معاك هنا في العربية؟ الحمد لله أقول لك على حاجة بجد دي ولا صور زي الهلس اللي أنت عمال تلسه من ساعة ما أنا سايب عليه تاخد التقيلة؟ قول التقيلة معاك حاجة تاخد بيها؟ طب أقسم بالله أنت عجبتك من جوه طب أقول لك على حاجة أنا مرة كنت زهقان أوي زهقان أوي يا باشا والحياة معايا ملخبطة قمت ساحب الوكمان بتاعه واخده قمت واخد معايا كوباية شاي سخنة وماشي بقلب الغابة قابلنا الأسد فاكرني هيقتلني ارمي كوبايه الشاي اجري اقسم بالله ما حصل على الطلاق رميت الشاي السخن الملهل في وش الاسد اوف احلى اوف قاعد يعمل كده وطلع يجري هربان يا عم على الطلاق انا صدعت على الطلاق انا صدعت على الطلاق انت راجل برنس يا باشا حبيبي يا باشا طب اقول لك على حاجه ثانيه اقول لك انا على حاجه قول لي يا باشا ما توصلني ويخلص يا عم ما احنا ماشيين وبطل هاري هاري لا يا باشا بقول لك ايه بقول لك ايه بقول لك ايه روق على حالك يا باشا يا عم انا مروق اهو بطل انت هاري عشان انا دماغي مصدعه انا مطبق في الشغل من امبارح مطبق اه بالله عليك لا توصلني عشان انا خلاص فاهمني يا عم طب انت سمعت نوت السوال يا عم على الطرق عايز اسمع يا عم انت مالك كده في قرفان من الدنيا ليه يا عم مش قرفان انا قرفان من نفسي يا عم انا بيشوفوني في الشارع بيقولوا القرفان اهو القرفان اهو طب احكي لك حكايه القرفان اهو الاساسيه مره كنت مصاحب عيل اسمه يا باشا وقف انا وقف انا يا باشا جه ماله ده عايز ايه ده عايز عايز ايه ده مالك انت بتكسى عايز ايه افتح لي الباب الله يبارك انت عايز ايه باشا انت معايا سلاح انت بتثبت ده هتاخد مني السيد لا لا سيد ايه يا عم على بتاخد مني السيد على الطلاق ما خدت منك امال بتاخد مني ايه طيب محمد رسول الله انت بتاخد مني السيد يا عم ابعد عني انا عندي عيال عايز اربيها انت بتاخد مني السيد يا عم ما تكلمناش كده ايه ده ايه ده ايه ده تاخد مني السيت يا عم انا هاخد منك التاكسي والله العظيم التاكسي ده بتاع حرام عليك انا شغال عليه انا شغال بتاع الراجل ده التاكسي ده بتاع انت خلي بالك ولا انت خلي بالك ولا انت راجل انت كمان انت خلي بالك انت السيت بتاعه على الطاقه يا عم انت هتبني السيت انا ماشي التاكسي بتاع الراجل ده عايزين تاخدوا مني السيت يلا التاكسي بتاع الراجل ده انا ماليش دعوه بيه مش هنزل عايزين تاخدوا مني الراجل ده هو صاحب التاكسي روح طب استنى نذيع الحلقه دي ولا لا؟ نذيع مع ان في حاجات حصلت كتير ما ينفعش حد يشوفها